لما شركات الإنتاج بتلاقي فيلم بينجح بيبتدوا بعدها يفكروا إزاي ممكن يستغلوا النجاح ده، فبعد كده بيعملوا منه أجزاء جديدة أو بيحولوا القصة لمسلسل، وده ممكن يكون بنفس الأبطال أو بأبطال مختلفين. تعالوا نعرف إيه هي الأعمال دي اللي هتتعمل قريب وبقية أخبار الفن والفنانين من العالم كله في فقرة Around the World. كلنا اتفرجنا على فيلم مستر اند ميسيس سميث، الفيلم اللي نجح وكسر الدنيا في سنة 2005، واللي كانت بطولة النجم براد بيت والنجمة أنجلينا جولي. والمفاجأة دلوقتي هي انه هيتعمل منه مسلسل، لكن بأبطال تانيين اللي هم الفنان دونالد جلوفر والفنانة فيبي وولر بريدج. الفيلم الأمريكي فيس أوف كان واحد من أعلى إيرادات السينما الأمريكية، واللي كان من 24 سنة هيتعمل منه جزء جديد، والمفروض إن هيكون فيه نفس الأبطال اللي كانوا موجودين في الجزء الأول اللي هم النجم جون ترافولتا والنجم العالمي نيكولاس كيج. والغريب إن إحنا سمعنا إن هم ما كانوش أول ناس مترشحين للجزء الأول، عشان المرشحين كانوا سيلفستر ستالون وأرنولد شوارتزنيجر. فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die اتأجل أكتر من مرة بسبب فيروس كورونا، والمفروض أنه هو هيتعرض في شهر أكتوبر اللي جاي، ودي هتكون آخر مرة هيمثل فيها بطل الفيلم دانيال كريغ في دور جيمس بوند، وده هيكون بسبب أنهم هيختاروا ممثل جديد عشان يعمل الدور ده في الأفلام اللي جاية. ومن ضمن الأسامي اللي مترشحة هما إدريس ألبا وسام هيوجن وجيمس نورتون وتوم هاردي وريجي جون باج. النجم العالمي بروس ويلس نزل برومو لفيلمه الجديد اللي اسمه كوزميك سين. الفيلم هيكون خيال علمي زي كتير جدا من الأفلام اللي عملها بروس ويلس قبل كده، والفيلم هيتعرض في شهر مارس اللي جاي، وهو هيكون تأليف وإخراج إدوارد دريك. النجم العالمي روفوس سيول هو كمان نزل إعلان لفيلمه الجديد اللي اسمه أولد. الفيلم بيتكلم عن شاطئ، لكن شاطئ غريب شوية عشان بيكبر سن الناس اللي بتقعد عليه بسرعة جدا. الفيلم هيتعرض في شهر يوليو اللي جاي، وهيكون إخراج نايت شايمالان.